أصدر القضاء العسكري اللبناني مذكرة تحر دائم ضد مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان باتر النمر، الذي حاول القيام بأعمال تفجير داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان. التلفزيون العربي يكشف عن القرار الصادر بعدما كان قد كشف عن مخطط استهدف المخيم. تقرير حسين خريس. هذا قرار اتهامي بحق باتر النمر أبي راتب، المسؤول الأمني للجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان، الذي كشف التلفزيون العربي عن مخططه لتفجير مخيم عين الحلوة. أنا جاهز لأي سؤال من الدولة، وأنا والدولة مو بعاد عن بعض، وأنا ناس تحت القانون مو فوق القانون. تذكروا هذا التصريح جيدا. القرار الصادر عن المحكمة العسكرية تضمن تصدير مذكرة تحر دائم، ما يعني أنه بات مطلوبا للعدالة وفارا من وجهها. القرار صدر في 21 من كانون الثاني يناير الفائت، ولكن أبو راتب حصلنا على قرار من المحكمة العسكرية. حسين لا تحكيني على التليفون، بتزورني بالمكتب نحكي. بالمكتب؟ إيه. إيه ما عندي مشكل، ما عندي مشكل، بس إنه ما أنا بدي أشوف إذا بتقبل تحكي معنا أو لا. ماشي مكتب الإعلام، بتحكي مع مكتب الإعلام مرة الياس. مش معك يعني؟ لا لا، يعني ما بدك تعلق على موضوع البلاغ البحث والتحري اللي طلع فيك. النمر ليس مسؤولا في الجبهة القيادة العامة فحسب، إنما هو حليف حزب الله وسوريا، وقد جاهر بذلك عبر صور تقرير لمواجهة تقرير التلفزيون العربي قبل البث، وربما كان الاستعراض هذا بمثابة رسالة إلى من يهمه الأمر. وفي زمن الكلام عن عودة وصاية النظام السوري يصبح صعبا على من يهمه الأمر. التعليق. نعم. من ناسيتك يعني، بس معني يعني شافت الموضوع، الموضوع مش كتير عنا الموضوع، عرفت، طالع من القضاء وما بدها تفوت بعيدة القصة، عرفت. بالنسبة إلى من يمثل السلطة الفلسطينية في لبنان، لا تعليق. انتو كمنظمة التحرير ما عندكم تعليق على الموضوع؟ لا والله ما، يعني انا احكي لك، وهذا ما بدناش كمان، احنا براتب وما براتب وغير براتب، ما بعنينا احنا. ما كشفناه في التقرير اكده القضاء العسكري الى درجة التطابق في الاسماء والتواريخ والتفاصيل، اهمها حدث ادخال 16 عبوة ناسفة تكلم عنها الشاهد الملك والموقوف حسن الريان ووثقها القرار. ما كشفناه في التقرير لم يسرب إلى الإعلام، ربما لأن بصماته تعود إلى جبهة محسوبة على نظام يحظى بحلفاء لبنانيين أجادوا تغطيته من مسجدي التقوى والسلام شمالا إلى الميومي جنوبا، مرورا بمخطط ميشيل سماحة علي المملوك في كل لبنان.